الله الرحمن الرحيم. بن الشيخ موني النائب الاول لرئيس جماعه عين شقاف اقليم مول يعقوب جهه فاس مكناس. شكرا للطاقم الصحفي مجله اصوات مجموعه اصوات. بالنسبه للبدايه ديالي كفاعل سياسي، كنت قبل فاعل سياسي كنت فاعل جمعوي. جاتني انا عندي طموح، عندي حلم بانني انا نولي ندير الشأن المحلي. فكرت في هذه التجربه، كنت انضميت لواحد الحزب ديال الاثاره والمعاصره، كنت انا عضو مجلس وطني 2011، التحقت به في 2008. كنت عضو مجلس وطني 2011، مجلس وطني كنت عضو مجلس وطني 2015، ترشحت في 2015، نجحنا، كنا في المعارضة. الآن حنا في التسيير ديال الجماعة ديال عين شقف الأغلبية كنائب الرئيس. أو بالنسبة للثقة ديال المواطنين، صعيب باش دير الثقة، لأن خصك اللي كتوعد به ديرو، ما خصكش تكذب على الناس، خصك تكون مع الناس، تقرب للناس، تسمع الهموم ديال الناس. إلا وعدتيهم شي حاجة خصك تخدمها، أولا تقول لهم راني ما قادش هذيك نخدمها. هذا هو باش كتجعل الثقة ما بينك وبين المواطن، وباش النهار ديال الانتخابات كتكون في الموعد. فاعل جمعوي هو انك كتخدم وما كتنتظرش النتيجه، تخدم وغادي. فاعل سياسي راه ضروري كتخدم باش المره اخرى يصوتوا عليك ويتبعوك الناس. فاعل الجمعوي كدير داكشي في سبيل الله وغادي بحالك بدون. كما شفتوا في المهرجان ديال تبوريده، المهرجان الخامس اللي نظمته الجماعه والاول في هذا المجلس الحالي، لان كان كورونا، كان هذه ما كناش اول مره كنظموه. كان الا بغينا نقولوا بانه كان ايجابيات، وكان بعض الهفوات اللي ما يمكنش شي حاجه لا تكون ناجحه 100%. حنا نداركوها في الموسم الجاي ان شاء الله. وكما شفتوا هو عدد ديال الجماهير اللي كانت تماك، وموقع التحاجة الحمد لله ان كلشي داز على ما يرام. كانت شي حوايج اللي خصها الدارك. حنا كما كنقولوا ضروري كاينه واحد البطاقه تقنيه درناها مع المقدمين ومع رؤساء الجمعيات ديال تبوريده، اللي فين نجحنا وفين ما نجحناش، فين ما كانت شي حاجه اللي خصنا ناقصه. حنا ان شاء الله الدوره الجايه غنداركوا ديك الهفوات ونحسنوا من هذا الاخر باش يكون مهرجان ان شاء الله. بغينا يكون مهرجان يكون ناجح 100% ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله. كما قلت لك قبيله انه حنا هذا المهرجان بغينا ننظموه، حنا غاديين بواحد الطريقه مع نعطيوه للجمعيات اللي غتكلف به المره الجايه ان شاء الله، وغادي يكون بشراكه، كنقلبوا على ممولين وشركاء اللي غيكونوا معنا ان شاء الله في الدوره الجايه. كما قلت فعلا خص هناك تكون رؤيه، هناك خص تكون تصور، وهناك خص شي حاجه اللي ترد على هذا المهرجان بالنسبة لجماعة عين شقف، ما هو تنموي، ما هو سياحي، ما هو اقتصادي. هذا هو الهدف ديالنا الكبير اللي باغي ان شاء الله يكون في هذا المهرجان. كما قلت انا في البداية راه مهرجان كان ما كانش ناجح 100% ولكن 90%، وكان شي هفوات اللي خصها تدارك، منها ما هو اقتصادي وما هو سياحي وما هو ريادي. السنة الجاية ان شاء الله بغينا نبحثوا على شركاء، الناس الاقتصاديين اللي عندنا في الجماعه بغينا حتى هما يدخلوا معنا كشركاء،
والجمعيات والتعاونيات اللي عندنا اللي كتنشط في الجماعه، ولا ما شي حاجه اللي كيزخر بها الجماعه د عين شقف بغينا نعرضوها حتى هي ونعرفوا بعين شقف ونعرفوا حتى بدوك الجمعيات بالمنتوجات ديالهم، باش ان شاء الله يرد هذا المهرجان، يكون ان شاء الله يرد على ديك الجمعيات بما هو اقتصادي. هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. والميزانيه اللي تقام بها تبوريدا راه ربما راه باينه في اتفاقيه الشراكه ما بيننا وبين فيدراليه ديال الخيول اللي دوزنا الاتفاقيه في الدوره اللي دازت، راه كلشي راه كانت العموم وكلشي عارف شحال وكلشي بهذا. كانت اتفاقيه اللي دوزناها مع الفيدراليه كانت تقريبا 15 مليون سنتيم. وما هو لوجيستيك راه وفرته الجماعه من الملعب من القاعات من هذه، راه اللوجيستيك كله الجماعه كانت هي اللي موفراه، اما بالنسبه للبارود والخياله وهذه راه تكلفت به الفيدراليه. هو فعلا ما كانش تسويق، ماشي بهذاك التسويق اللي كنا كننتظروه، ولكن بالنسبه للحضور ربما راه كان حضور قياسي كما شفتوا اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث. وحنا كنقولوا بانه ربما القرب ديال جامعه عين شقف لمدينه فاس، يعني الناس ديال فاس كلشي طلع لعنا، يعني راه تقريبا قدرنا الحضور راه تقريبا بواحد 15000 حتى 16000 اللي كانوا حاضرين اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث. راه جماعه وحده ما يمكنش نقسموا جوج جماعات، لان راس الماء تابع لجامعه عين شقف، وجامعه عين شقف راه وراس الماء راه جزء من جامعه عين شقف، ما يمكنش، لانه وربما المكان هو كان احسن مكان تماك، لان قريب طريق السيار وقريب وجاي في الوسط ما بين الدواور اللي من هنا والدواور اللي من هنا وراس الماء، يعني راس الماء هي جزء من عين شقف، ما يمكنش يعني راه تا هما ديالنا وتا هما، يعني الا كان شي ملعب زوين وكان شي حاجه ولا هذه راه يمكننا نديروه تماك. بالنسبه للتدبير المفوض كما شفتوا راه تم الغاء الصفقه من طرف وزاره الداخليه، لان يعني كان راي عندها اخر، لان ربما احنا كمجلس ما كنتحملوش المسؤوليه ديالو، ربما كان دفتر التحملات كان وضعو المجلس السابق، كان هناك كان شويه ديال الخاصص، ما نقولوش راه التدبير يعني النفايات راه كانت مزيانه، ما كانتش شي حاجه اللي ناقصه فيها. حنا الان فكرنا وكما شفتوا راه دازت دوره استثنائيه باش ان شاء الله غادي نشريو ديك جميع المستلزمات اللي تخص النفايات، راه حنا غنشريوها ان شاء الله، وكنتمنوا من الله ونزيدوا شويه ديال الناس اللي غيخدموا باش هاد المشكل غادي نداركوه ان شاء الله، وما غيكونش ان شاء الله كان يعني في المستوى الاخر ما غيكونش. بالنسبه للبنيه التحتيه كما شفتوا راك شفتوا الطرقات اللي تصوبت، شفتوا المخطط الجماعي اللي حطيناه، التصورات اللي حطيناهم راه حنا خدامين فيهم نفس الطريقه. كنطلبوا من الساكنه تصبر علينا شويه، لان من الوقت ضيق الوقت ونظرا للميزانيه كما شفتوا حنا راجعين من كورونا، راجعين يعني حتى ذوك الضرائب اللي كانوا كيتخلصوا ما بقاوش بديك الطريقه اللي كانت شحال هذه. حنا راه كل شيء ان شاء الله الطرقات بالنسبه راه عندنا هذا واحد الهم اللي هزينو، بان الطرقات جميع الطرقات اللي في عين شقف ان شاء الله اللي مصوبه راها غتزيد تصلح، واللي ما مصوباش راه غتصوب ان شاء الله. بالنسبه للنقل المدرسي كما شفتوا راه تقريبا عندنا واحد 23 كار اللي عندنا، ربما الجماعه الوحيده اللي في الاقليم اللي عندها هاد الكيران. بالنسبه للماء كاين مشكل ديال التسيير ديال الجمعيات، كاين واحد النقص، لان ربما كاين الجمعيات اللي غاديه مزيانه وكاين الجمعيات اللي ما غاديش في الطريق مزيانه. حنا الان غنداركوا هذا الشيء، وحنا جلسنا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
كنشوفوا الاستراتيجيه اللي غنخدموا بها والتصور ديالهم كيفاش نديروا، واش يمكننا نخدموا مع الساكنه يدير الربط المباشر ونحيدوا هذا المشكل. حنا المهم حاطين تصور ديالهم وان شاء الله غادي نشوفوا هذا المشكل ما غيبقاش. بالنسبه للاناره كما شفتوا، الا شفتوا راه الجماعه راه خدامه بهذيك الاناره ديال الليت كما دزتوا على الطرقات، باقي لنا الدواور والاحياء راه حنا ان شاء الله خدامين فيهم وغادي نخدموا فيهم ان شاء الله. ما كاينش هذا الشيء كاع. حنا النهار اللي دوزنا راه حنا درنا طلب العروض للجمعيات، حطت فيدراليه، يعني شكون اللي مكلف شكون اللي اختصاصي في هذا الاخر، وهي جمعيه هي الفيدراليه ديال التبوريده. يعني هذوك الناس اللي عندنا في جماعه عين شقاق عندنا سبعه الصراب، هما اللي داروا هذه الفيدراليه، يعني هما كلهم كيسيروا هذه الجمعيه، يعني ما كاين لا تحت لواء لا هذا الحزب ولا هذا الحزب. هذه مساله ديال الفيدراليه، هي اللي حطوا الفيدراليه هما اللي سيروا. يعني حنا مشينا للاختصاص، ما يمكنناش واحد الجمعيه دايره التبوريده ونعطيو لجمعيه اخرى اللي عندها اهداف اخرى. يعني خصنا نعطيو للناس الاختصاص لان هما اللي عارفين البارود، هما اللي عارفين ما كيهمهم داك الشيء، عطينا لهم هما. و يعني الا بغيت تقول يعني الجماعه راه كتسير عن طريق الاغلبيه، يعني راه كل شيء اللي عنده شي تصور زوين واللي عنده شي رؤيه زوينه وباغي يزين عين شقف راه ماشي يكون غير في المجلس، راه الدستور باين وواضح، راه حتى العرائض ديال الجمعيات وديال المواطنين راه حنا كناخذوهم بعين الاعتبار. يعني راه ماشي غير المجلس اللي كاين ولا المعارضه ولا هذه، يعني اي واحد باغي يزيدنا عين شقف القدام راه الباب مفتوح، راه ما كاينش تسيير انفرادي او هذا، تسيير تشاركي مع ساكنه جماعه عين شقف. راه حنا كنشاركوا حتى الناس حتى الجمعيات وكنشوفوا فين الخلل وفين شنو خصني تصاوب شنو خص اللي راه الا جيتوا للجماعه راه كل نهار هموم ديال الساكنه، هذا عندهم واد الحار، هذا عندهم مشكل ديال الاخر، راه كندخلوا لي بامكانيات ديال الجماعه راه كنحلوها، اللي ماشي عندناش الامكانيات كنشوفوا كي نديروا نجتهدوا ونحلوا داك المشكل ما نخليوش المواطن. ضروري بالفعل الجمعيات راه فاعل شريك مع الجماعه، حنا كناخذوا باقتراحات ديال الجمعيات الناشطه، الجمعيات الشريكه، الجمعيات اللي باغيه تخدم. وكما كتشوفوا راه اي جمعيه عندها برنامج وعندها برنامج اللي كيعطي الجماعه واحد هذه، راه حنا كنفتحوا الباب ونساهموا معاهم حتى حنا. ما هو لوجيستيك راه اي جمعيه، راه ما عمرنا شي جمعيه حطتنا شي طلب ديال شي نشاط ورديناه لها. باختصار رايكم راي الجماعه كبير رئيس الجماعه، رغم انه ينتمي الى حزب ونحن ننتمي الى حزب، اننا كنشتغلوا كاخوه وكيبقى هو خونا، ورغم لان كيجمعنا المنطقه، كتجمعنا اننا كنا شباب وكنا كنقراو في نفس المدرسه، يعني بقات ديك العلاقه رغم اننا في السياسه. العلاقه مع المعارضه، المعارضه هما خوتنا، حتى هما خوتنا، والمعارضه ضروري. شوف حنا داخل المجلس كنكونوا في المجلس، ملي كنخرجوا راه حنا خوت. كما قلت لك الحركه الشعبيه حنا خوت، لان الاشخاص هما اللي سميتو عندهم برنامج، حنا عندنا برنامج ديال الحزب كنحطوه، كيسمعوا لنا كنسمعوا لهم، اللي مسائل كتناقش واللي ما كتعجبهمش كيقول لك هذه ما لنا. العلاقه ديالكم داخل القوم مع القياده ديال القوم، الامين العام ديال القوم، علاقتنا مع البام كاين شي شويه ديال التجميد ديال 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 في الاقليم مول يعقوب، لان ربما ما
العلاقه يعني الاخوه ديال الحزب، لان ربما ما كيسمعوناش بعدا، لان ضروري، لان الحزب شنو هو الحزب؟ الحزب هو خصو يتبع لك الانتماء ديالك، يتبعك شنو كديروا في جماعه. ربما غياب ديال 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 الامانه العامه ديال الحزب، لان ربما هما ملتهين ويعطيونا البرنامج حتى هما ديالهم شنو هما اللي غيشتغلوا فيهم، يكونوا مكمل ديالنا كجماعه باش ننجحوا حنا في الجماعه. ما كاينش هذه غايبين علينا هما في الجماعه. المجلس الاقليمي حق الكويت المساعده ولا لا؟ بالنسبه للمجلس الاقليمي ربما كما شفتوا ديال الاقليم مول يعقوب، من غير الاليات كيعطينا الاليات، لان ربما هما حتى هما ما عندهم لا ميزانيه ولا هادشي. مع الجهه خدينا مشاريع مع الجهه، خدينا مشاريع مع الجهه، بنيه تحتيه. أنا الساكنه ديال عين شقاف كنطالبهم يصبروا علينا شويه، وما غيكون غير الخير ان شاء الله. حنا راه اليد في اليد كما وعدناهم باننا غنكونوا في الوعد ديالنا ان شاء الله. حنا في التسيير ما عندناش هذا الخبر، وحنا راه الباب ديالنا مفتوح لاي حاجه، اي واحد كما قال الرئيس، اي واحد بغى يعرف شي حاجه، المعلومه الحق في المعلومه راه حق دستوري، يجي للجماعه نعطيوه اللي بغى، الا اللي كتمس بالوطن ما يمكنناش نعطيوها لاي واحد او الشخصيات ديال سميتو. بالنسبه للفرقه الوطنيه حنا ما عندنا لا حتى اخبار، كما كنشوفوا المواقع التواصل، حنا راه كنتبعين مواقع التواصل، ولكن الصحيح ما كاين حتى حاجه. كذلك هناك بعض الاسئله من الساكنه كتقول على ان القوات ديال عين شقاف هو الرمز السياسي للمجلس الاقليمي، وهل هناك شي تفاصيل ديال المنطقه غائب عنه تماما بعد التعديلات او بالاحرى النظافه والتهيئه ديال غابه عين شقاف؟ ربما فكرتيني في هذه المساله، ربما الدوره الاستثنائيه اللي كانت راه كانت تحويلات باش غادي نعتنيو بهذاك داك الواد ديال عين شقاف ان شاء الله. باغين راه غادي تصلح مزيان، وغادي يكون، لان ربما راه الرئه ديال فاس هي عين شقاف، وكما كتشوفوا الوليدات مساكن تماك في هذاك الواد. راه الان فكرنا وراه كانت تحويلات من طرف الاخوه ديال المجلس باش داك هذاك الواد غادي تصلح وغادي تنقى، غادي تشوفوا ان شاء الله في حله جديده ان شاء الله. ربما كاين شركاء، لان ربما الغابه كما شفتوا راه الجهه والجماعه راه ان شاء الله غادي تكون تيارها طريقه جديده، بطريقه اللي غايجيو الزوار وغتعجبهم ان شاء الله. وبالنسبه للمناطق السياحيه راك شتي، راه كاين يمكن يجيو مستثمرين، هذه راه الباب ديالنا مفتوح ربما انا ما عنديش الاحصائيات، لان ربما كاينه في سميتو. الا جينا المشاريع الكبرى اللي دازت في الجماعه، ربما تلقاو واحد 30 مشروع ولا 40 مشروع ديال الحي الصناعي اللي دوزناها وكنحضروا في المكتب الجهوي للاستثمار. دائما الجماعه كتقول فافوغابل، ما عمرها اي مشروع كان اللي غير على السكينه بالنفع راه حنا كندوزوه. ومؤخرا باش نبشر سكينه عين شقاف، راه كاينه الطريق اللي غادي تخرج جيت هولسيم، راه غتصوب ان شاء الله، لانه جايه استثمارات تماك ربما 15 الهكتار اللي غادي تكون ان شاء الله في المنطقه الحره اللي غادي تكون ان شاء الله في على الطريق ديال راس الماء ان شاء الله. 15 الهكتار. هذه احنا كجماعه وفرنا لهم المسائل القانونيه، وهما اللي يمكن لهم يعطيو، لان هما دابا عاد غيتبنى هذاك الشيء، هما اللي غيعطيونا شكون اللي غادي يدخل وشكون اللي هذه، يعني الشركه هي اللي شاده اللي عندها هذا الشيء، هي اللي يمكن لها، لان هما عندهم شركاء ربما غيجمعوا هذاك الشيء كامل اللي غيتجمع ديال المنطقه ديال جهه فاس مع وجده، وكيتحط تماك عاد يمكن له يتوزع. هذا هو الطريقه اللي يعني هما اللي اختصاصيين، ماشي حنا اللي كجماعه. ساكنة راس الماء كتسأل في مشات الفلوس ديال المنطقة. أولا هذا سؤال ربما الإخوان في مواقع التواصل
حنا ساكنه عين شقاف ماشي راس الماء، ربما كيف راس الماء كيف عين شقاف، يعني فلوس ديال اي حاجه راه كتجي الجماعه راه كتفرق من مسائل المشاريع اللي غتحط لا بالنسبه لراس الماء ولا بالنسبه للجماعه عين شقاف. راه تقريبا واحد راه ان شاء الله غادي يبدا واحد المشروع ديال فراس الماء ما بين الطريق، غادي تكون تثنيه الطريق وغادي يكون واد الحار تماك، وربما اللي غتستافد به فراس الماء وما غيستافدوش به الناس ديال عين شقاف. يعني ما عندناش التفريقه، جماعه واحده وفين ما هذه احنا مرحبا. وربما جماعه راس الماء راه محظوظه، راه المشاريع اللي كاينه في راس الماء راه ما كايناش في عين شقاف. هذا هو اللي كما كتشوفوا راه حنا في موسم ديال شهر 8 وكل شيء خارج. كانوا الاخوان كاين اللي ما جاش، ما ربما راه خارج راه مسافر لان جات مع العطله، كاين اللي راه مدوز كونجي ديالو ما يمكنش، ربما ما كاش غياب بزاف، ربما اربعه الاعضاء ولا ثلاثه ما يمكنش وما يمكنش نحكم عليهم انا واش علاش واش ما راضيينش او لا غير ما كانوش مسالين، ما يمكنش لان ربما هذا السؤال كيهمهم هما، حنا ما يمكنناش نعرفوهم علاش ما جاوش ولا علاش ما. هذا هو بخير. وكما تبعتوا الدوره راه تقريبا كنا كندوزوها تقريبا ب 20 عضو او 22 بناعم، حتى الاخوان ديال المعارضه راه كانوا ما كانش كيصوتوا بلا. ان شاء الله 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 هادشي اللي كاين ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لمجموعة أصوات.